مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة معانا لعبة دايما فعلا على مدار السنين اللي فات كلها مشرفانا، لكن قبل ما أبدأ وأعرف اللعبة وأتكلم عليها وأتكلم على رجال ونجوم وأبطال في لعبة تنس طاولة، أتكلم على ماتش كرة اليد. ماتش كرة اليد النهاردة النادي الأهلي خسر 21-18. كلمة للاعبين والجهاز، النهاردة دي رابع بطولة لينا بنخسرها، أكيد في مشكلة. أكيد أنتوا واقفين بره أرض الملعب بتحللوا الأمور دي كلها. الجماهير غاضبة من فريق كرة اليد، عندها حق. أنا كنت لعيب في الهاندبول وعارف، كابتن النادي وعارف يعني إيه قيمة النادي الأهلي، وعارف يعني إيه لعيب بيلعب ويموت نفسه في أرض الملعب. الحكم جاي عليا والحكم ما جاش عليا واللعيبة ونفسيتي، مفيش. اللي مش مستحمل الضغط ما يلعبش في النادي ده. فعلا كفاية يعني، برضو إحنا في الآخر لازم نقول لهم بجد، انتوا بتلعبوا في اكبر نادي في مصر، اكيد حاسين بيه. مصر والشرق الاوسط وافريقيا مستواه في كل الالعاب حاجه تشرف وحاجه تفرح، بس فريق كره اليد باني من هذه الاسره جوه النادي، لا كده كتير قوي زياده عن اللزوم. اللعيب اللي مش قادر ويستحمل ضغط النادي الاهلي او جهاز ايا كان، الجمهور عنده حق خلاص. الجمهور كل مره نطلع نقول له لا استنى واعمل، وامبارح كل الناس بتقول احنا دي اخر فرصه، لسه في كاس مصر كمان، انتوا حرين دي بتاعتكم. اكيد انا مش بتدخل فنيات لان الراجل هنا مذيع، لكن اكيد في قرارات جوه النادي كل الناس بتستناها، هنستناها. لكن في الاخر بقول للاعبين والجهاز، انتوا بتلعبوا باسم اكبر نادي في مصر، خلينا نخرج من فريق كره اليد اللي مزعلنا كلنا بصراحه شديده، وخلينا مع نجوم وابطال عظماء في عندنا داخل النادي الاهلي، وهي نجوم التنس طاوله. نجوم التنس طاوله النهارده بيكسبوا الدوري 11 على التوالي، 11 دوري على التوالي لفريق التنس طاوله رجال في النادي الاهلي ما شاء الله. غير كده السنه دي عندهم ما شاء الله بطوله القاهره، فوز انديه عربيه مركز اول، دوري ممتاز وكاس مصر، اربع بطولات قفلوا بطولات السيزون، ولسه عندهم بطوله افريقيه في شهر يوليو. لكن خلينا نرحب بيهم ونفرح معاهم بالدرع العام اللي كسبوه والبطولات اللي كسبوها. خلينا نرحب بزميلي وصديقي واخي كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني ورئيس جهاز التنس طاوله في النادي الاهلي. كابتن اشرف منورنا ومشرفنا. اهلا بيك كابتن، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. ومعانا المدرب العام كابتن اشرف صبحي. كابتن اشرف مساء الخير. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ مدرب رجاله. مدرب رجاله ومدرب العام يعني هي زي بعضيها. ومعانا كابتن محمد صبري مدرب 21 سنه. كابتن محمد مساء الخير، منورنا ومشرفنا. اهلا بيك كابتن خالد، اهلا بيك، شرف ليا. ومعانا الخبره الكبيره ونجمنا الكبير والعالمي والاهلاوي وكل حاجه، معانا كابتن الفريق كابتن سيد لاشين. كابتن سيد منورنا. الله يخليك كابتن خالد، منوره بيك الدنيا يا رب. هنلعب كمان تنس طاوله 10 سنين؟ يلا بينا ان شاء يلا الله. يلا بينا. انا مستحمل الحمد خلينا لله. نروح لتقرير عن نجومنا وابطالنا في التنس طاوله وترجعوا لنا مره ثانيه. الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي بقيادة كابتن أشرف عبد الفتاح نجح في حصد العلامة الكاملة خلال الموسم الحالي بعد فوزه بكافة البطولات التي شارك بها الفريق، بداية من البطولة العربية التي أقيمت بتونس نوفمبر الماضي، إضافة إلى حصده البطولتين المحليتين وهما كأس مصر والدوري الممتاز. الفريق يضم العديد من الأسماء البارزة والرنانة، يجمع بين عنصري الخبرة والشباب. يأتي على رأسهم قائد الفريق السيد لاشين وهو كابتن المنتخب الوطني السابق، إضافة إلى خالد عصر ومحمد البيلي لاعبي المنتخب الوطني الحالي، عمر بدير وشادي مجدي وعلي غلاب، وهم من اللاعبين الصاعدين الواعدين. الأهلي نجح في الفوز بالبطولة العربية بعدما تغلب على البحرين البحريني في نصف النهائي، فيما انتصر على قطر القطري في النهائي، علما أن الفريقين تسلحا بالعديد من اللاعبين المجنسين الصينيين، لكن رغبة وروح لاعب الأهلي دفعهم للفوز والتتويج باللقب الهام. استطاع الأهلي الفوز بالدوري والكأس عبر بوابة نادي إم بي الذي حل في مركز الوصيف في البطولتين، حيث توج الشياطين الحمر بكأس مصر بعد مباراة ماراثونية مع الفريق البترولي، وعاد الأهلي من بعيد للفوز باللقاء واللقب الغالي،
كما فاز المارد الأحمر بالدوري بعد فوزه على إنبي بنتيجة 4-0 في ختام دورة المجمعة الثانية التي أقيمت على صالة مدينة نصر منذ أيام قليلة. وحل إنبي في المركز الثاني وجاء نادي الزمالك ثالثا، فيما حل نادي المعادي في المركز الرابع. الأهلي لديه تحدي جديد يكمن في البطولة الإفريقية التي تنطلق يوليو المقبل بنيجيريا. يسعى النصر الأحمر للفوز بها للهيمنة على القارة الإفريقية، مثلما سيطر النصر الأهلاوي على البطولات المحلية والعربية. زي ما شفنا التقرير العظيم عن فريق التنس طاولة رجال في النادي الأهلي والبطولات اللي كسبوها، ما شاء الله عليهم، يعني ألف مبروك ليهم، وفعلا حاجة مشرفة. وهم دول اللي عارفين قيمة ومعنى روح النادي الأهلي وتشيرت النادي الأهلي اللي هم لابسينه. كابتن أشرف، ما شاء الله العلامة الكاملة في الأربع بطولات اللي لعبتهم السنة دي لفريق التنس طاولة رجال. الحمد لله السنة دي فريق رجال والسيدات كمان في الطريق ان شاء الله باذن الله. فريق رجال كسب 4 بطولات اللي هو العلامه الكامله بتاعت السنه كلها. بدانا ببطوله القاهره في شهر 7، بعد كده لعبنا الانديه العربيه في شهر 10 في تونس كسبناها احنا برضو، وكاس مصر، وبعد كده الدوري الممتاز. هايل كابتن اشرف، اكيد في صعوبات. كابتن اشرف صبحي، بس عشان انتوا قاعدين جنب بعض فانا واخد كابتن اشرف. كابتن اشرف، اكيد في صعوبات قابلتك السنه دي كمدرب رجال في النادي الاهلي. ايه الصعوبات اللي واجهتك السنه دي في سيزون العلامه الكامله فيه متحققه؟ الميزه بتاعت النادي الاهلي هي اللي كانت صعوبه بالنسبه لي. هي الميزه ان ما شاء الله في نجوم كتير، واولهم الكابتن سيد كابتن الفرقه. يعني ما شاء الله لعيبه، وكانت طالعه لعيبه من 21 وبقوا رجال. فالحمد لله مستواهم ما شاء الله يعني جاب فورمه كويسه. فما بقتش عارف العب مين. كنت انا والكابتن اشرف طبعا يعني جزا الله كل خير بنشترك مع بعض في القرعه تملي. فبقى مشكله يعني عندي 7 لعيبه غير 2 ناشئين برضو بيكسبوا في الرجال. ناشئين من عند كابتن محمد، ال 21 تمام، بيكسبوا في الرجال كمان. 21 ورجال بيتمرنوا مع بعض في نفس تمام بيكسبوا في الرجال. فاصبح عندك يعني 9 جامدين. فهي دي المشكله بتاعت، فبقى احط مين في القرعه؟ فبس هم لازم 3 وناشئ. فدي كانت بتبقى صراحه مشكله كبيره، فاحنا بنحلها يعني، لان صراحه الفريق روحه حلو. يعني ساعات بيحصل بعد مناوشات كده، بس اللي بيساعدنا فيها صراحه سيد لاشين. يعني لعيبه بتحبه وتحترمه، حتى زي ما شفته كده في الماتشات بيقف معانا، اللعيبه بتستريح له. فالحمد لله الكاتشانه بتبقى جماعيه، بتبقى روح حلوه يعني. هي ديت اللي بتقف قدام، انما ما شاء الله اللعيبه رجاله فعلا رجاله. وهم دول زي ما انت قلت بقى يعني عن فريق اليد، فعلا بيقفوا تحت ضغط ورجاله في قلب الماتشات. يعني احنا على مدار السنين اللي فاتت هتلاقي في كل فاينل لاعب غير اللي كان قبليه. يعني مره عمر بدير ومره شادي. يعني صراحه انا يعني الواحد بيبقى طالع مبسوط من اللعيبه، نجوم كبار فعلا. دي حقيقه ما شاء الله. كابتن سيد، انت عارف انت حبيبي جدا قوي. جهاز ولا لعيب ولا كابتن فرقه؟ انا شفتك يعني شوف عايز تصنفني في ايه وهتلاقيني انا معك. اكيد بصراحه يعني ككابتن فرقه ليك تعامل مع اللعيبه، واللعيبه الفرديه بتحتاج معامله نفسيه. بتقدر تتعامل ازاي مع كل نفسيات اللعيبه دي بصراحه؟ ما هي يعني انا اكبرهم سنا، دي حقيقه تمام. انا 39 وداخل على ال 40 ان شاء الله. قلت عمرك ليه زي مش مشكله. ايه المشكله؟ ده بندي خلاص. انت بتدي طبعا، احنا ربنا كرمنا وبندي. عايز ما حدش يقول لك بطل ولا حاجه. مش مشكله، ما هو في ناس والله كان نفسها كده، وانا نفسي اصلا كده. بس يعني طول ما الفرقه محتاجاني انا مش هبطل. دي حاجه طول محترمه. طول ما النادي الاهلي محتاج سيد في اي مكان انا موجود. دي حاجه محترمه جدا. نوعا ما الحته اللي هي بتاعت انا فين. تمام، انا اكبر اللعيبه سنا، بس انا لسه لعيب. تمام، واصغر من المدربين بشويه. يعني تقدر تقول كده حلقه الوصل في الموجود، وانا لسه لعيب شويه. تمام، تقدر تتعامل ازاي مع نفسياتهم؟ لان انت عارف اللعيبه اللعبه الفرديه كل واحد عنده حته. اكيد انت عشان انا دول يعني تقدر تقول كده اخوات الصغيرين. فانا عارفهم واحد واحد، وعارف ان يعني ده بيبقى محتاج ده في الوقت ده. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اساعد الجهاز لو في مشكله مع حد، مع سين من الناس، او في حاجه هو عايز يوصلها. الطريقه بتفرق معاهم شويه. تمام، الجهاز عنده 7 لعيبه رجال و2 ناشئين، زائد ان في ساعات بندعم ب 18 سنه. فعندنا فرقه الرجال يعتبر مثلا بتاع 11 12 واحد. واحنا عايزين منهم كم واحد؟
الماتش 4 الماتش 4 بتتكلم مع اللعيبه اللي خرجت من السكور النهارده في ماتش اكس مثلا، فبتتكلم معاهم عشان تظبطهم في لعيبه بتبقى عارفه انها مش هتقدر تلعب الماتش، يعني الماتش ده مش هيتحطوا فيه تمام، بس بيبقى يعني حلقه وصل. والله انا شايف انه مثلا كوتش يعني ينفع ان هم يتحطوا في الماتش ده ماتش سهل، هما بيبقى برضو تقريبا بنبقى نفس الفكر. فالحمد لله رب العالمين الدنيا بتمشي شويه، هي دي المشكله ان هي زي ما صبحي قال صبحي ده عشان احنا انا عارف التيم وحاجات كتير كابتن اشرف طبعا اخويا الكبير نفس الحكايه، يعني كنا لما كنا في المنتخب وكده كان هو برضو كابتن عليا وعشرتنا كتير، فكان الكلام تمام بيريح. يعني احنا بنتفاهم مع اللعيبه ونقول لهم والله احنا ظروف الفرقه كده وهنلعب الماتش ده او مش هنلعب الماتش ده، اللعيبه بتقدر الكلام ده، وفي الاخر الحمد لله رب العالمين الفيصل بيبقى مصلحه الفرقه، وان الحمد لله بنقدر نكسب ونوصل للعلامه الكامله زي ما حضرتك قلت. تمام كابتن محمد صبري مدرب 21 سنه، اكيد في اوجه تعاون بينك وبين الجهاز الفريق الاول وتعاون مع رئيس الجهاز كابتن اشرف، انا شايف كابتن اشرف عبد الفتاح شايف التعاون حلو، يعني كلام كابتن سيد حلو ان في تعاون وفي 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 الكلام ده بيؤدي الى البطولات، شايف التعاون ده كان ازاي السنه دي؟ تمام يا كابتن خالد، هو المساحه اللي مدانا كابتن اشرف فتاح بصراحه لفرقه 21 سنه وفرقه 18 سنه، يعني الفرقه بتاعت 21 سنه بتتمرن مع فرقه الرجال اوريدي ست ايام في الاسبوع صبح وبعد الظهر واخد بالك ازاي؟ التعاون الموجود ما بيني وبين الكابتن اشرف صبحي وسيد لاشين مع الناشئين، يعني ما فيش مشكله ناشئ بيلعب مع كابتن سيد لاشين، ناشئ يلعب مع البيالي، الروح دي ده شيء مهم جدا. طبعا طبعا الروح دي اللي فارقه في النادي الاهلي عن اي عن اي نادي تاني بره. فاحنا الحمد لله رب العالمين فرقه 21 سنه يعني لمده 7 8 سنين بتاهلهم ازاي؟ ازاي يتعاملوا مع نفسيا مع اللعيبه الدرجه الاولى مع كابتن سيد لاشين؟ لازم عيد اكيد بتاهله بتتكلم معاه في كلام معين. اكيد يا كابتن خالد، انت النهارده لما بتمسك يعني لعيب تصعد لفرقه الرجال مره ما ترجع دي بتبقى فرصه، امسك بقى في الفرصه دي واثبت ان انت تصلح ان انت تبقى لعيب رجال وتثبت اقدامك زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ ودليل على كده السنه اللي فاتت علي غلاب كان اوريدي كان مساهم في فرقه ماتشات الدوري كلها، والسنه دي نفس القصه لما طلع عندنا بديل ليه مثلا عندنا في المانيا في يوسف عبد العزيز ده السنه دي قابلنا سوء حظ غريب شويه في الدوره المجمعه الثانيه، يعني كان يوسف عبد العزيز كان المفروض كان يجي كان تأشر كان على اتصال بيه ما جاش لاصابه، كريم عبد العزيز نفس القصه، محمود اشرف حلمي وعلي غلاب الاثنين دول كان عندهم امتحانات، فتخيل حضرتك كنت بتلعب الدوره المجمعه الثانيه كلها بعلي غلاب فقط، والحمد لله الموجود بيسير ربنا كرمنا. كابتن اشرف المنافسين اقوياء جدا، عندنا منافسه قويه جدا انبي والزمالك في مصر، عندنا منافسه في البطوله العربيه كانت موجوده قطر القطري والبحرين البحريني، الموضوع صعب جدا بدخول محترفين، شايف اصعب مقابلات كانت فين بالظبط؟ هو بالنسبه للانديه العربيه انا قلت قبل كده ان ماتش البحرين كان سيمي فاينل، انا شايف ان هو كان اصعب شويه من ماتش قطر القطري، ان احنا قدرنا نكسب البحرين البحريني 3-1 بس كان اصعب من ماتش قطر. قطر انا كنت شايف ان هو كان اسهل شويه من، بس هو كان معاهم لعيب صيني قتل قتلة احنا بنسميها قتل قتلة، كان معاهم لعيب صيني قوي جدا جدا جدا، والحمد لله اللعيب الصيني بتاعنا اللي احنا جبناه يلعب معانا محترف في البطوله تألق وقدر يكسب الماتش دوت في الفاينل. كابتن اشرف صبحي اكيد الاحتراف لاعبين زي كابتن سيد وكابتن بيالي عندنا لاعبين محترفين بره مصر اكيد فارق معانا داخل المنافسه البطولات العربيه بالذات بوجود محترفين كمان زياده من البلاد العربيه. اكيد يعني الصراحه الماتشات اللي بره بتفرق، يعني بيبقى عليه ضغط بره جامد فدي بتفيدني هنا اهوت، ان الضغط ده بقى واخد عليه زي ما انت قلت بالظبط، انا برجع اقول ماتش اليد في الماتشات دي بقى الماتش ده قلنا بقى معلش مش انا بس انا قاعد متضايق من الاخر والله العظيم معلش ما احنا متضايقين برضه لان يعني انا مش عندي هوا بص كنت رحت نمت يعني الله يكرمك فبلاش ماتش ده ما احنا برضه متضايقين لان هم حبايبنا وكان نفسنا يكسبوا والله يا كابتن اشرف بكلمك بصراحه ناس الجمهور خلاص جاب اخره مع الهاندبول يعني جاب اخره خلاص بص انا بقى انا بشوف ناس في الشوارع بشوف ناس في حتت كتيره الناس جابت اخرها معلش اكيد جابوا ان شاء الله وتعدي يا رب نتمنى وبرضه احنا يعني الحته ديت بتعتمد برضه ان ماشي اللعيبه يعني مش عايز اتكلم بسبب العود الانديه بره بتعلي العود جامد فدي بتبقى برضو عندنا بتبقى مشكله يعني انا مثلا انبي علت العود ده بتكلم على تاني ستار دلوقتي طب انا هعمل ايه؟ ما هو اللعيب عنده حق يعني بيتعرض عليه بره مبلغ كبير يا اما
هديله يعني اذا ما كانش هديله اكتر لان النادي الاهلي اما هديله نفس المبلغ اللي بره. كويس. فدي بتبقى مشكله كبيره حتى برضو عندنا مشاكل سعر الغد دلوقتي. فدي يعني انا هكلمك بصراحه برضو. اتفضل. العقود بتعلى في كل الانديه الثانيه لان الانديه الثانيه عندها كره قدم ولعبه اثنين. مشكله النادي الاهلي الحقيقيه عنده 14 لاعب وكلهم ابطال وكلهم محترفين وكلنا عايزين نكون متميزين فدي اعتقد دي مشكله. ودي طبعا انت عايز تحافظ على البطوله. اكيد. فدي بتقابلنا مشكله. فهل يعني مثلا الحمد لله الاداره يعني بتقدر كده بس هو ساعات ايه يعني بتنزل شويه في العود اللعيبه بتزعل. طب هنعمل ايه؟ اللعيبه تمشي ولا هتفضل ثابته؟ يعني دي حضرتك كويس ان انت ذكرتها في الموضوع ده. كابتن سيد اكيد الموضوع اللي كابتن اشرف بيتكلم فيه اكيد موضوع مهم بس انا شايف حاجه مختلفه ان اللعيب بيلعب في النادي الاهلي بيستمتع بكل حاجه وعايز يدي النادي الاهلي حاجات كثيره وخصوصا انت كنت كابتن لعبت ببلاش ووصلت تبقى عقود احتراف بعد كده. والله يعني اللعبه في النادي الاهلي حاجه مختلفه عن اي حته انا لعبت فيها يعني انا بس يعني مختلف مع ابو صبيح على طول كده مختلف لا 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 يعني اللعب بره في الدوريات الثانيه غير ضغط خالص النادي الاهلي يعني انا بلعب في النادي مش بيتي وبحاول اجتهد او احاول اكسب والخساره فيه يعني ما بتبقاش بنفس طعم الخساره لو خسرت ماتش مع النادي الاهلي هنا بيبقى هنا دم محروق وميت وبتاع هناك الموضوع بيبقى امر سهل لان انا مش بيتي اللي خسر تمام فده فرق كبير قوي بين هنا وبين الضغط هناك يعني تمام فده اللي انا مختلف مع هو مش مختلف بس عايز اقول لحضرتك حاجه فضل. انت حضرتك طبعا اللعب للنادي الاهلي شرف ده مش احنا عندنا تنس طاوله كمان ده بتوع الكوره وبكل كل الناس بس بتبقى في ظروف الحياه بس هو الموضوع بقى ماده دلوقتي بقى ماده في الحياه بس انا برضو تاني برجع بقول كلمتين مهمين اكيد الماده في الحياه حاجه مهمه جدا اكيد كلنا عايزين ماده لكن في الاخر هي نقطه واحده بقولها مشكله النادي الاهلي في كم النجوم والابطال اللي بيدفع بيهم المنتخبات المصريه في كل الالعاب بيبقى كم كبير جدا اي نادي في مصر ما بيقومش على 3 4 لعبات فبيختلف الميزانيات بتختلف وسيله الصرف بتختلف اكيد دي فيها نقطه مهمه طمني على ناشئين طالعين من 18 سنه وابطالنا الكبار اللي طالعين عشان يغزوا الدرجه الاولى والله كابتن خالد انا احب يعني اشكر كابتن محمد عبد الحميد عامل فرقه 18 سنه محترمه جدا كنت اشرف بصراحه بيخليهم يطلعوا يتمرنوا مع فرقه الرجال 3 ايام في الاسبوع يعني لك ان تتخيل المصنف رقم واحد تحت 21 سنه هو احمد البرهامي ده ناشئ تحت 18 سنه ترتيب عام واخد بالك ولسه ما طلعش 21 سنه واخد بالك محمود اشرف حلمي ترتيب عام رقم 2 مروان عبد الوهاب ترتيب عام رقم 3 فحته 18 و20 سنه دي لا دي الحمد لله يعني في امان بالنسبه للنادي بامان بالظبط كابتن اشرف الجهاز كاجمالي ما شاء الله عرفت ان جهاز الرجال ما شاء الله عليه بطولات من اول للاخر مش اللهم لا حسد الحمد لله احنا السنه دي لغايه دلوقتي ومنتظرين ان شاء الله السيدات في اخرها كسبنا جميع البطولات اللي احنا لعبناها السنه دي خسرنا بس 12 سنه اولاد بظروف معينه كده حصلت عندنا فده الايفنت الوحيد اللي احنا خسرناه انما كسبنا جميع الاعمار بعد كده 15 و18 و21 ورجال وسيدات الحمد لله كسبنا كل الكلام ده بما انك انت كنت لعيب تنس طاوله وكابتن نادي فاتن اوقات لعيبه التنس طاوله بتجري بالتدريبات انا كنت لعيب ما احبش اجري لعيبه التنس طاوله بتجري من ايه مش عايزه تتمرن فتنس ولا ملعب ولا ايه بالظبط لا والله احنا عندنا انت عارف زمان كنا بنلعب كوره وكنا لياقتنا كانت عاليه جدا طبعًا. كلنا انما بالنسبه لدلوقتي الولاد ما فيش مشاكل عندهم تدريبات حد بيجري لا احنا الدنيا بتتمرن برايفت كمان بيتمرنوا برايفت زياده في لعيبه بيخلصوا تمرين عندنا بيروحوا يتمرنوا بره برايفت كمان كابتن اشرف تدريبات اللياقه بتقابل مشكله مع حضرتك في الفرق ولا بتقابل لا طبعا على حسب مدرب اللياقه اللياقه بقى بص على اللياقه على حسب مدرب اللياقه يعني في مدرب لياقه بيعمل تمرينات اللي فيها منافسه ما بين اللعيب اللعيب بيحب المنافسه يعني انا بعيني كان في كابتن برضه نذكره برضه كان معانا من قبل كده الكابتن محمد الجمال انا شفت بعيني كان بيعمل لياقه واللي في كذا لعيب كان ماشي مروح قال له انا استاذنه معلش يا كوتش وبتاع تعبان فقال له ماشي هو بيعمل اللياقه اللعيبه شافته وهي ماشيه راحت نازله التمرين بتاع اللياقه في بيعمل تمرينات فيها منافسه وفيها ترفيهيه فاللاعب بيحب كده تعرف ازاي تاخد من اللاعب اللي انت عايزه وهو ياخد اللي هو عايزه كمان دي بتبقى دماغ مدرب فنيا دي بتبقى مهاره يعني فرديه شخصيه للمدرب يعني كابتن سيد شايف التغطيه الاعلاميه لعبه التنس طاوله ازاي في مصر بصفه عامه ورايك فيها ايه بصراحه قناه الاهلي ادت الدور اللي عليها وبدات تذيع ماتشات للتنس طاوله لكن رايك ايه بصراحه
هي لحد الفترة اللي فاتت يعني لحد يمكن مباراة الكاس كانت تقريبا احنا بنكسب يعني اقصى حاجة كان ممكن يجي اللي هو الشورت ماتشز والحاجات دي ده كان اقصى حاجة بتحصل فما كانش يعني حاجة يعني كبيرة قوي الفترة اللي فاتت من ساعة ماتش الكاس ويمكن الحمد لله رب العالمين الماتش ده عمل صدى جامد قوي في لينا في النادي كنا خسرانين 2-0 وبعدين كسبنا الحمد لله 3-2 زي ما بيقولوا قاعد هنا انا برضو كنت قاعد في القناه انا كنت قاعد في الماتش بقى انا كنت قاعد في الماتش بموت الماتش كله ف يعني الحمد لله رب العالمين خطوه كويسه وفي قنوات ابتدت تيجي وان شاء الله رب العالمين لو فضلنا بنفس النظام ده وان القنوات هتيجي اكيد هتفرق كتير قوي في تنس الطاوله يعني سواء جوه مصر او هتفرق حتى على المنتخب وبره مصر دي حاجه مهمه يا ريت تكمل كده ان شاء الله هتكمل مش على قناه الاهلي بتكلم على القنوات الثانيه هتكمل باذن الله كابتن محمد صبري اكتشاف المواهب في التنس طاوله هل التنس طاوله موهبه ولا تدريبات كابتن خالد السؤال ده مدرسه عجبك لا بس كابتن صبري مدرسه في العالم طيب خلاص انا بسال كابتن خالد السؤال انت سالته ده بيجمع الصفات اللي حضرتك قلت عليها من بدايه سن الالتحاق الناشئ بالمدرسه سن 6 سنين بتبني فيه شخصيه اللعيب زائد الموهبه يعني الموهبه لوحدها من غير تمرين مش هتدي المردود اللي هو المدرب عايزه زائد ان اللعبه الفرديه هي اساسها شخصيه اللعيب واخد بالك ازاي اعتقد ان المناخ ده كله متوفر في النادي عندنا لان مفيش نادي في مصر فيه صاله مفتوحه 24 ساعه 8 الصبح وبعد الظهر مجلس اداره موفر كل 24 ساعه 18 ساعه بس 18 ساعه والله بنشتغل ساعات 3 فترات في اليوم انا عارف انا عارف والله سنادي المجلس بصراحه شايان الكابتن صبري معانا والله يعني المجلس نادي ما تاخرش على كابتن اشرف في طاولات جديده جت تكييفات اتعملت اضاءه لا صلاه الحمد لله رب العالمين زي ما احنا كابتن سيد شفت يا كابتن سيد اهو بص شايف بتعمل ايه كده مدرب كده مش لعيب بقى ولا ايه دي خبراته كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز رايحين لبطوله افريقيا هنستعد ازاي لبطوله افريقيا هندي الاولاد راحه اسبوع كمان بكتير مخلصين من اسبوع ونديهم راحه اسبوع كمان ونبدا تاني فتره اعداد من اول وجديد ونجهز بقى ان شاء الله لازم نجيب ضروري جدا نجيب لعيب محترف في البطوله ديت لان البطوله في نيجيريا واكيد هم مستقلين على البطوله ديت هيكسبوها اكيد فلازم احنا كمان نبقى جاهزين 100% واحنا داخلين على البطوله دي عشان نكسبها ان شاء الله رايحين لمعسكر خارجي ولا رايحين ايه في فترات لا هيبقى تقريبا شغل في مصر كله في النادي وبعد كده نروح نلعب البطوله على طول ان شاء الله على طول كابتن سيد اكيد بحكم خبرتك في الفريق النيجيري فريق قوي لكن مين الدول او مين الفرق اللي انت هتعملها حساب جوه بطوله افريقيا هي نيجيريا الاول نيجيريا ده اهم حاجه الفرقه العربيه دايما بيبقى فيها واحد كويس واثنين يعني ممكن سهل ان هم يتكسبوا انما نيجيريا بيبقوا ثلاثه كويسين واحتمال كبير زي ما كابتن اشرف قال ان هم يجيبوا محترفين برضو عادي ان هم عايزين يكسبوا البطوله فالموضوع هيبقى صعب قوي زائد ان احنا لعبه صالات لما جوه صاله هناك اللي هم المشجعين بتوعهم ما بيفهموش الكلام ده هم بيشجعوا كوره بتاع اللي هي الفوفوزيلا دي وبتاع دي اصلا بتاثر علينا ما بنسمعش كوره تمام ودوشه طول ما الماتش شغال مش في وسط البونت مثلا احنا لما بنكسب البونت الناس بتشجع لا هم على طول بيشجعوا البونت شغال مش شغال هم على طول بيشجعوا شغالين ما بيفرقش معاهم اي حاجه خالص حتى لو الفرقه خسرانه هو بيشجعوا وبعد الماتش برده بيسقفوا برده لو الفرقه خسرت برده بيسقفوا يعني هم ما شاء الله يعني عندهم الموضوع ده قول لي ارونا اخباره ايه ارونا والله عمل بطوله عالم كويسه لسه واصل بس عايزك تعرف الناس لسه مش عارفين انا وانت عارفين مين ارونا تقول للناس مين ارونا ده ارونا يعني هو تقريبا منافس دلوقتي لعمر مع البيلي وكباتن المنتخب مصر يعني بطوله العالم اللي فاتت هو كان معانا قبل كده يمكن من سنتين اخر انديه افريقيه تقريبا صح اخر انديه افريقيه كان هو اللي معانا تمام الحمد لله وكسبنا البطوله وان شاء الله رب العالمين يعني ما شاء الله البطوله اللي فاتت هو بطوله العالم اللي فاتت انا لسه راجع امبارح كان عمل ماتشات كويسه ودخل ال 16 فده هيبقى ممكن ان احنا يجي يلعب معانا هناك يجي يلعب مع نادي في نيجيريا اكيد هيبقى صعب ان هو يلعب مع الاهلي في نيجيريا ف هيبقى الموضوع صعب يعني هو دلوقتي في احسن حالاته الفنيه انتوا في رابطه واحده لاعبين محترفين مظبوط ولا هو بره الرابطه؟ لا احنا ما عندناش رابطه لاعبين محترفين. امال اللي انت العضو فيها؟ لا لجنه اللاعبين المحترفين. لجنه اللعيبه في العالم. طب وهو؟ لا هو لا. هو مش موجود. لا لا.
كابتن اشرف ممكن تستعين بارونا يلعب معانا في البطولات دي ولا الافريقيه اللي فاتت معانا كان معاكم معانا في الانديه الافريقيه نقدر نجيبه تاني ولا عشان حد نعرف هو ممكن ظروفه ما تسمحلوش لان هو دلوقتي بيلعب في المانيا محترف والمانيا ما بتسمحش انه يلعب في اي دوري تاني بره او اي بطوله تانية بره المانيا بالذات عموما اوروبا كلها في اوروبا كده اوروبا كلها تقريبا دلوقتي ما بتسمحش فغالبا لو ان شاء الله تيسر هنجيب من الصين زي ما عملنا في الانديه العربيه ويقدر يأدي معنا البطولة ونكسبها إن شاء الله. كابتن أشرف من وجهة نظرك دخول لاعبين محترفين داخل البطولات الأفريقية والعربية تديها قوة ولا الفرق المفروض تعتمد على اللعيبة اللي عندها والموضوع يختلف تماما في التنس طاولة؟ لا طبعا بتديها قوة بس ده البند ده محطوط عشان الحمد لله المصريين كان تمالي هم اللي طلعوا الفاينل كنا بالزبط. احنا بننافس احنا والزمالك فطبعا الدول العربية وبالذات الخليجيه يعني ما شاء الله امكانياتها كويسه فراح مدخلين البند دوت عشان هم يقدروا يجيبوا محترفين وبعدين بيدفعوا اكتر فبالتالي زي ما قال الكابتن اشرف كان البطوله العربيه كان معاهم واحد من منتخب هو ليكوا عدد معين ولا هو واحد يلعب في واحد بس تمام واحد يلعب في الماتش بس واحد بقى بيجيب ماتشين يعني ماتشين من ثلاثة واحد من ثلاثة ماتش زي الدوري الدوري عندنا أربعة بيست اوف فايف بيست اوف فايف بيلعب ماتشين بيلعب ماتشين من خمسة ماتشين واللي يكسب ثلاثة فيبقى فاضل ماتش فده بقى بيحطنا تحت ضغط جامد يعني لازم نكسب ثلاث ماتشات الماتشين بتوع الصين دول رايحين ان شاء الله كابتن عندنا سيد لاشين مش هيروح الماتشات باذن الله كابتن محمد عندنا لاعبين محترفين كابتن سيد لاشين كابتن بيلي شايف مين من الناشئين يطلع بيبقى سيد لاشين الثاني او محمد البيلي ويطلع الاحتراف ديسكته الاحتراف والله يا كابتن خالد في كتير يعني في يوسف عبد العزيز ده بس هو ظروفه ده طلع من سن 15 سنه ده في المانيا ده في حته ثانيه حته ثانيه على مستوى الناشئين في حته ثانيه كمستوى وفي علي غلاب يعني 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 سد السنه اللي فاتت وسد معانا السنه دي خلاص لعيب درجه اولى علي غلاب معانا في يخش في الفقره الثانيه وفي برده اللي طلع وراه محمود اشرف حلمي لسه واخد بطوله افريقيا كانت في غانا 21 سنة ما شاء الله والسنة اللي فاتت كان علي هو اللي خد برضه بطولة افريقيا تحت 21 سنة وكان الفاينل مع محمود اشرف علمي ولا في ناس كتير قوي ما شاء الله وعندنا بقى اللي هم مصنفين بتوع 18 سنة اللي هم ابطال مصر مروان عبد الوهاب واحمد البرهامي وجواد كريم لا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله هسألك سؤال يعني ليك انت وعايزك ترد عليه دايما لعيبة التنس طاولة او في الرياضة بصفة عامة اي واحد بيكون ابنه بيلعب نفس اللعبة يقول لك ده بيلعب عشان خاطر باباه مع احترامي لكل الناس اكيد كباتن واكيد نجوم واكيد رايك ايه في السؤال ده بصراحه احنا فتره من فترات تنس الطاوله كان عندنا الكلام ده ايوه كان في لعيبه كتير واولياء امورهم بيشتغلوا مدربين في النادي انما انا بقالنا فتره كبيره الحمد لله لا مش خالص السؤال اوضح لحضرتك تاني هقوله لك تاني كابتن اشرف حلمي نجم كبير طبعا ابنه بيلعب داخل النادي الاهلي فدايما الناس تقول مش على كابتن اشرف على اي حاجه بتكلم عن البول بتكلم على الطايره بتكلم على اي حد بيربط دايما اسمه باسم والده مش بيربط اللعيب بالناحيه الفنيه بتاعه اللعيب لا احنا من الناحيه الفنيه عندنا الموضوع مختلف منتهى انت مستواك ايه وايدك عامله ازاي وترتيبك ايه في الفرقه بناء عليه بناخد الناس انما عشان باباك فلان ولا اخوك فلان ولا الرياضه ما فيهاش كده ما فيهاش الكلام ده عندنا خاصه ان النادي الاهلي متعودين طول عمرنا على الكلام دوت ان احنا بنلعب على المركز الاول بس ما ينفعش افرط في ماتش ولا قد كده اذا كان بيقول لي ماتشين يخلص لازم يكسب ثلاثه ده اللعيب الصيني ده بتاع الصين كابتن سيد كلمه اخيره يعني تقولها كده لجمهور النادي الاهلي وعشاق التنس طاوله واولياء الامور اللي شويه بيزقوا نفسهم داخل الولاد الصغيره تقول لهم ايه بحكم خبرتك في الحياه والله اولياء الامور خلينا في الاول ان دي يعني الناس دي بتتعب تعب مش طبيعي وبعد ما دخل موضوع الاحتراف في اللعبه وان كل حاجه بقت فلوس بقى الاولياء الامور شقيانين فعلا ورا عيالهم فوالله اتمنى لهم كل التوفيق وربنا يكرمهم في اولادهم كلهم ويشوفوهم احسن ناس لان فعلا الناس دي بتتعب يعني زياده يعني بيتعبوا ورا العيال في المدارس وفي وفي التمرين وفي البطولات يعني فعلا الناس دي بتشقى شقى مش طبيعي فربنا يعينهم ربنا يعيننا انا بقى عشان حسين افندي ان شاء الله اخش هتدخله تنس طاوله برضه هدخله اكيد هدخله انا بحب اصلا تنس طاوله يعني انا دي هوايه عندي لا هي هوايه يعني في ناس لعبت في الشارع ولا لعبت على طول تنس طاوله والله انا بدايتي كانت في الشارع في الشارع وسبب ان انا لعبت بينج ان انا لما خسرت في الشارع كنت لعبت اسبوع في مركز شباب وبعدين نزلت العب في الشارع خسرت
ليه وليه بقى انا اخسر على فلوسه كده ولا لا؟ مش على فلوس، كان اللي يخسر يدفع. مش قمار قوي يعني. مش قوي يعني. لا بس هي فعلا هي اللعبه دايما اغلب الشوارع بيتحط فيها. كان زمان كتير قوي الموضوع ده، دلوقتي الموضوع قل. بس يعني نتمنى من الله يعني يعني ان يبقى في دعم كتير للتنس الطاوله، ان اللعبه سهله بتقوي حاجات كتير قوي في البني ادم، شخصيته وطريقته وحياته واسلوب حياه. الماتش اللي انت بتعيشه ده بيبقى فيه تقريبا سيناريو حياه صغير. فلو ما كنتش تقدر تمسك نفسك فيه وتبقى عارف انت بتعمل ايه وبتاخد القرار، انت بتاخد القرار لوحدك لحد ما توصل للمدرب او الكوتشنج يساعدك. وبرده انت في الاخر وانت بتلعب انت اللي بتاخد القرار. يعني ممكن المدرب يقول لي اعمل حاجه انا مش قادر اعملها، فانا هتصرف انا مع نفسي. تمام. فانت في حياتك كده في اوقات بتبقى مطلوب ان انت تاخد قرار. تمام. ومش عارف تاخده، بتاخد قرار تاني حتى لو وغلط، فبتتحمل عقوبته. فانت يعني في كل حاجه انت محتاج ان انت تلعب تنس طاوله. انا بشوفها كده، وهم كان حتى ناس كتير بيقولوا يعني بيعملوا دراسات عن اللعبه انها من الالعاب اللي هي يعني بتنشط الجسم وللرواد وللناس الكبار في السن، يعني ربنا يديهم الصحه، من الالعاب المفيده جدا ليهم. فتنس طاوله بالنسبه لنا حياه. حاجه اسالها لك انت ولا كابتن اشرف صبحي اللي بيكسب؟ امتى؟ امتى؟ ايوه بالظبط. لحد دلوقتي دلوقتي الحمد لله ده بيلعبني بفتره دلوقتي. بفتره هو بيطلع القديم. بالظبط. بيطلع القديم. بس انا عامل خميره في معسكر روسيا. كنا بنحكم مع بعض كابتن اشرف بينهم في الحاجات دي وكده، بقعد اتفرج. احنا رحنا زمان ما تلعبش معاهم؟ لا ولا خلاص؟ ليه؟ قديم عنهم شويه. كنا رحنا زمان يا كابتن خالد، كنا رحنا زمان معسكر في روسيا. كنت انا صغير لسه، كنت انا اصغر واحد في المنتخب. فطبعا كابتن اشرف صبحي يعني قيمه وقامه، وان انا بس اقعد معاه في الاوضه، يعني اظبط الدنيا بس، مش بعمل حاجه، ما بعرفش اتحرك اصلا. تمام. فجيت نلعب المعسكر ده، ما كانش فيه غير يمكن عيلين صغيرين من روسيا هم اللي موجودين في المعسكر. كويس. قال لي تعالى، وخدنا ترابيزه على جنب وقعدنا نلعب بقى جيمات تكفي العمر كله 15 يوم. صبح وظهر، صبح وظهر، صبح وظهر، وانت عمال تخسر. انا ما بعملش معاه غير ان انا بخسر. انا مش الاشرف نفسيته محمله منك صح؟ اخدت بالك رجع عشان كده لما بلعب دلوقتي بفتكر. انا نفسي افهم هو كان مبسوط ليه. فكرته كابتن اشرف كلمه لكباتن الفريق ولاعبين الفريق الدرجه الاولى في النادي الاهلي، انت حضرتك بتمرنهم تقول لهم ايه في المرحله اللي جايه؟ والله انا اول حاجه بقول لهم انا بشكرهم على يعني على اللي هم عملوه معانا، وقفوا رجاله. واتمنى يعني الفتره الجايه ان هم يعذرونا لو ما كانش حد بينزل في الماتشات، لان زي ما قلت لحضرتك في الاول لما قلت لي ايه المشكله، كلهم بيبقوا جاهزين بس ثلاثه اللي هيلعبوا واحد ناشئ، فدي مشكله. يعني انا بعتذر لهم لو في اي تقصير مني، وبقول لهم ان انتوا رجاله يعني، وانا بشكركم ان انا معاكم يعني الحمد لله خامس سنه ديت. بشكرهم وبشكر كابتن اشرف ربنا يكرمك. والنشاط الرياضي صراحه بقف جنبنا، وكابتن محمود صراحه كنا مجتمعين معاه وقال كلمه حلوه قوي، قال ان احنا عايزين نرجع الروح الاسريه بتاعت زمان. دي صراحه اثرت فينا قوي. ودي متوقعه ان احنا كابتن يقعد معانا ونشوف احنا ممكن نعملها ازاي. يعني دي ده هو ده روح النادي الاهلي. هي دي روح النادي الاهلي. الحقيقه كابتن محمد كلمه اخيره لنجوم النادي الاهلي طالعين، يوصلوا ازاي ويلعبوا ازاي جوه فرق الدرجه الاولى من الاهلي. والله كابتن خالد ياخدوا سيد لاشين قدوه ليهم. ويشوفوا قد ايه لغايه دلوقتي يعني سيد لسه جاي من المجر امبارح. عايز اقول لحضرتك اتمرن الصبح النهارده. وهيتمرن بكره في شام بنزين. عنده ماتش. وعنده ماتش في شام بنزين، مش شام بنزين، سافر يوم الخميس الجاي مثلا. فما بيستناش تقول له ايه، هو مسؤول دايما يحط نفسه. فدي متوفره في النادي، مش موجوده في اي مكان تاني بره. بتطلع بتلاقي كابتن الفريق وما بيسيبكش على الترابيزه، يعني مجرد ان هو موجوده فيه الروح ديت ان هو يوجه ويصلح والحاجات دي كلها. فالحمد لله الروح دي ربنا يديمها علينا يا رب. يديمها علينا. الكلمه الاخيره رئيس الجهاز كابتن اشرف عبد الفتاح، يعني هنشكر هندعم، هتقول ايه للناس كلها طبعا بعد موسم جميل وموسم العلامه الكامله فريق الدرجه الاولى للجهاز؟ طبعا البدايه لازم اشكر طبعا مجلس الاداره اللي وقفوا معانا في على مدار الموسم كله والسنين اللي فاتت كمان معانا، وبيوفروا لنا كل احتياجاتنا وكل ادواتنا والكلام دوت. طبعا اداره نشاط رياضي وكابتن رؤوف طبعا، وبشكر اللعيبه ان هم استحملونا. وبرده احنا عندنا المشكله اللي كابتن اشرف صبحي قال عليها، ان احنا بيبقى الماتش ثلاثة وعندي ثلاثة بره يكسبوا نفس الماتش. بس انا مضطر ومجبر ان انا العب ثلاثة بس.
فبرضه يعني لازم يقدروا الحته ديت، وهم اما يكبروا ويبقوا مدربين بعد كده هيحسوا بالحته ديت ويحسوا ان هم مش بيديهم حاجه الكلام دوت. وطبعا بشكر قناه الاهلي على وقفها معانا ووجودكم معانا في الماتشات اللي احنا لعبناها ده دورنا، ده دورنا كابتن، شكرناش على دورنا، دور اساسي تدعيم فرق النادي الاهلي اكيد. بشكرهم، بشكر كل ضيوفي الكبار النهارده، كابتن اشرف وكابتن اشرف وكابتن محمد وكابتن سيد لاشين اللي كانوا معانا. لكن استنونا معانا نجومنا اللي حققوا المراكز دي، المراكز الاولى ومراكز الذهب في التنس طاوله. نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. انضموا لي النجوم اللي حققوا الانجاز، اللي حققوا الانجاز بقى لهم النادي الاهلي 11 سنه على التوالي في الدوري، والسنه دي اربع بطولات، السيزون ما شاء الله عليه 100%. خلينا نرحب بيهم بنجومنا المتالقين والرائعين والمبدعين في لعبه التنس طاوله رجال في النادي الاهلي. بنرحب بيه كابتن محمد البالي. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء النور يا كابتن خالد، منورنا، ربنا يخلي حضرتك. ومعانا كابتن شادي مجدي. مساء الخير يا كابتن شادي. مساء الخير يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ القعده رياضه ولا هزار؟ بس عشان اعرف الاثنين. انت قلت لي نمشيها كده، هنمشيها. ومعانا نجم في التنس طاوله ونجم كبير في حاجات كتير هنعرفها النهارده جوه الحلقه، كابتن علي غلاب. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك كابتن خالد. ومنورني كابتن عمر بدير، احد عناصر الاساسيه في فريق النادي الاهلي للتنس طاوله رجال. كابتن عمر منورنا، ربنا يخليك. اولا ببارك لكم كلكم على البطولات والانجازات العظيمه اللي حققتوها، لكن اكيد البطولات يا عمر بتتحقق من خلال تدريبات شاقه وعنيفه بالنسبه للاعب. هو اكيد اللي احنا يعني التدريب بنتمرن كتير وبنحتاج راحه كتير. حلوه قوي. بدانا في الراحه، انت بدات، انت لسه يعني لسه في فتره الراحه دلوقتي، فبنحاول نريح. لا يعني التدريب بصراحه بيبقى قبل البطولات بيبقى تدريب بيبقى كتير متعب، نبقى يعني عايزين ان احنا نفضل مركزين على طول قبل اي بطوله عشان نقدر ان احنا نحقق المركز الاول. دي حقيقه بيالي، بكلمك بصراحه احنا مش لعبه جماعيه، احنا في الاخر لعبه فرديه، وكل لعيب فينا عايز يكسب. بنتعامل مع بعض ازاي بين اللاعبين وكل واحد فيكم عايز ياخد المركز الاول عشان ترتيبه يطلع؟ ده حضرتك قصدك في البطولات الجمهوريه في الحاجات الفرديه؟ اكيد احنا يعني في الحاجات الفرديه بيبقى كل لعيب بيبقى داخل عايز ياخد البطوله، بتبقى حاجه غير الجماعيه خالص. يعني في الحاجات الجماعيه بتبقى بتتعاملوا مع بعض ازاي جوه يعني البطوله؟ جوه البطوله عادي، وكل واحد بيبقى ليه حق مشروع اللي هو يكسب ياخد البطوله، بس احنا في الاول وفي الاخر بنبقى صحاب. يعني بننزل على الترابيزه كل واحد بيبقى عايز يكسب وكده، بس بره الترابيزه او بعد الماتش بتبقى الروح بترجع زي ما هي، بتبقى المنافسه بس جوه الماتش. بس احنا كده كده متعودين في النادي الاهلي اللي احنا اهم حاجه في البطولات الفرديه بيبقى المركز الاول، ده لعيب بيبقى من النادي الاهلي يحقق البطوله. ده بيبقى اهم حاجه عندنا. وزي ما بقول لحضرتك قبل الماتش وبعد الماتش بتبقى الروح عاديه، بس هو بس جوه الماتش يعني على الترابيزه بس بيبقى كل واحد عايز يكسب، وده حق مشروع يعني. اكيد هسألك السؤال ده ليك انت شخصيا يا كابتن علي يا نجم، ده انت نجم النهارده معانا ومشرفني يعني. علي اكيد انتوا زي ما كابتن بتوع التنس طاوله قالوا في الفقره الاولى، قالوا ان في ثلاث لعيبه فقط لا غير، وانتوا ما شاء الله عليكم يعني كتير 11 لعيب. بتتعاملوا ازاي مع الموقف ده في دخول اللعيبه الى الملعب واللعيبه بتوع السكور بصراحه شديده؟ يعني هو على حسب البطوله، كل بطوله وليها نظامها. يعني لو بطوله زي الكاس او بطوله زي الانديه العربيه بيبقى السكور بينزل ثلاثه بس، وبيبقى لازم اقوى ثلاثه لان الفريق اللي قدامك برده هينزل اقوى ثلاثه، مفيش هزار. بتبقى انت حاسس مثلا المره دي مش ماتش ماتش يعني متقبل، حتى لو ليا ان انا العب او كده انا يعني اهم حاجه احنا نكسب يعني. ده روح جهاز عمل بصراحه والله. يعني في ناس بتقول كده على التلفزيون وبيبقى لا، بس انا فعلا اهم حاجه نكسب عشان ايه يعني كسبنا. كلكم كده اكيد بتكسبوا اكيد في النادي اكيد. يعني انا الكاس انا كده كده مش متأيد. انا عارف ان انا مش متأيد ورايح يعني يا رب يعني ممكن العب ماتش، لا بس انا رايح يا رب نكسب يعني. بس لكن الدوري احنا انا ليا انا الحمد لله ينفع العب 21 وينفع العب رجال، بس يعني بتحط في حته 21 عشان اضمن الماتش ده. فالحمد لله انا بنزل ابقى عايز اكسب الحمد لله يعني، وربنا بيوفق في الاخر. شادي كابتن سيد لاشين قيمه كبيره جدا اكيد في التنس طاوله، سيبك ان هو كمان صاحبي وحبيبي وعشرته كتير في الملاعب، لكن مدى التعامل بينك وبين كابتن سيد لاشين وبين اللعيبه نفسها؟
والله يا كابتن سيد يعني هو مش محتاج حد يتكلم عليه، يعني هو اسطوره وتاريخه كفايه يعني. اسطوره انت كده بتظبطه صح؟ لا والله يعني هو عشان صح يا عمر هنخش الكابتن. فعلا الكابتن سيد مش محتاج حد يتكلم عليه يعني. بس هو فعلا اخونا الكبير، كلنا بيتعامل معانا يعني مش ان هو لعيب بتاريخ كبير على قد ما هو بيتعامل باخ كبير لينا في كل المواقف يعني، سواء جوه او بره. بيبقى جوه على الترابيزه ساعه الماتش وكده، بيبقى هو اللي بيقدر يوصل لنا، يقدر يوصل لنا حاجه اللي احنا عايزينه وقت الماتش. وبره الماتش اكيد برده بيبقى معانا، بيكلمنا احنا محتاجين ايه، حاجات المعنويه والنفسيه دي كلها مهمه جدا. بيبقى هو يعني هو فاهم الكلام ده كويس، هو لعيب وبرده هو كبير في السن وخبره وعنده قدر كفايه من الـ يعني الـ حنكه والخلقه هي الحنكه حنكه هتهزر خلي بالك رايح بعد الماتش بعد ما تخلص هتطلع لسه خاطب بقى بس مين شيء بس مين لسه خاطب لسه خاطب طب ايه اهو طب لا اي حاجه على الترابيزه لا اي حاجه على الهواء لا والله هو انا في حقيقه قصدي عمر لسه قايل له قبل ما يخش انا خلاص صدت شويه هو لسه من اسبوع هو لسه من اسبوع الف مبروك ربنا يخلي حضرتك هتلاقيها على الهواء اقول لها ربنا يخليك ليه وانت يا رب بالليلة كبيرة بقى المشكلة هم فاتحوا موضوع دلوقتي ومامتي بتتفرج وبابايا زعلانين اكيد الدنيا فيها حاجات كتيرة بيهلي اكيد في ماتشات صعبة السنة دي بتقابلنا دخول المحترفين للبطولات العربية بيدي البطولة طعم مختلف قوة مختلفة رأيك ايه ندخل المحترفين ولا المفروض الفرق كل الفرق كل لعيبه تلعب بأندية كل لعيبه كل الانديه تلعب بلعبتها بس والله طبعا الموضوع بتاع الاحتراف ده خلى البطوله قويه جدا يعني لو مفيش محترف صيني وكده وكل فرقه البطوله بالنسبه لنا هتبقى سهله فدي بتبقى حلاوتها اللي كل فرقه زي البحرين البحريني قطر القطري كانوا جايبين صيني وجايبين صينيين جامدين يعني دافعين مبالغ جامده وقدرنا الحمد لله نكسب الماتشات دي والبطوله دي باللاعب الصيني اللي هم جايبينه غير اللعيبه برضو العربيه اللي معاهم بيبقى لعيبه قويه فهي حلاوه البطوله بس بيبقى طعمها مختلف شويه عشان البطوله بتبقى جامده باللاعب الصيني احترافك اداك قوه اكتر كتير في الدوري المصري وفي البطوله العربيه اداك ايه الاحتراف بره الحمد لله الاحتراف بيزود عندك خبره جامده بتحتك بدول اوروبيه بتلعب مع ناس مختلفه حضرتك عارف اوروبا يعني تطوير رهيب في في المعيشه في التمرين في كل حاجه الحياه عامه هناك بره متطوره جدا فاكيد يعني الحمد لله اخذت خبره كبيره بالذات السنه اللي فاتت اللي انا احترفت فيها في بلجيكا دي انا كنت سبت النادي فيها وكنت عايش هناك فدي ادتني حاجات كتير يعني سؤال من الكابتن بالي علي غلاب يحترف ولا يحترف حاجه ثانيه لا طبعا يحترف هكلم جد الاول بعد كده لا انا اخش انت عايز بالنسبه طبعا للتنس طاوله علي من اللعيبه الجامدين جدا في مصر ومفروض يبقى محترف في حته بره في اوروبا وان شاء الله المستقبل قدامه طويل هو لسه صغير وان شاء الله انا بتوقع له السنه الجايه ان شاء الله يبقى في حته كويسه ان شاء الله علي ناوي تاخد سكه الاحتراف بتدرس ايه انا بدرس طب اسنان جامعه القاهره ما شاء الله في سنه كام بقى انا خلاص بخلص بتخلص عندي امتحان بعد بكره مشيت وجاي تهزر لا 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 مشيت الاثنين ازاي مع بعض بصراحه لا ما يعني في حاجات اساسيه بالنسبه للناس انا بحطها شيء ثانوي يعني انا تمرين ومذاكره مثلا يعني هنام كويس وانا فعلا الحاجات دي بقت يعني ممكن انام 4-5 ساعات في اليوم ممكن ما اكلش يعني بحاول اتمرن فترتين وانا في الجامعه مخلص مثلا 3 العصر او كده فيبقى الموضوع صعب جدا بوصل فترات ببقى مضغوط وتعبان وكده بس الحمد لله بيجي ده بنتيجه في الاخر يعني كابتن عمر دي بيضحك هو بيضحك على اي حاجه انا بيضحك ليه كابتن عمر ما بينفعش الكلام عشان احنا مستنيين عشان هو ما مستنيين الحته بقى اللي هو هيقلد فيها بيقلد رهيب بيقلد مين يا عمر؟ لا علي بتقلد مين؟ لا انا اي حد قدامي بقلده وبهزر عليه بس قلدني يا عم ولا زعل نفسي خلاص ما اقدرش بس انا يعني جاي النهارده اتكلم جد شويه لا انا عايز اعرف انت بتقلد مين؟ والله لا قلد له طب معلش انا هختار واحد ايمن الكاشف المذيع لا طبعا مش هعمل ده بقلده بالظبط لا لا مفيش مشكله لا والله ما في ما بيزعلوش الناس مشكله مشاكل عائليه خلينا مشاكل عائليه ناوي تاخد سكه الاحتراف خلاص اه اكيد انا كان نفسي الموضوع ده بس احنا في الدوريات اللي بره يعني الدوريات ماتشاتها المهمه بره بتبقى شهر 4 و5 انا في الموضوع ده ما اقدرش اعمل ده مع كليتي بخصوص انها يعني ظروفها اصعب شويه لان الماتشات والبلاي اوف والحاجات اللي في الاخر دي بتبقى في وقت الامتحانات لكن
السنه الجايه انا طب اسنان عشان تلعب احتراف تنس طاوله. السؤال ده صعب شويه. لا هي ممكن تمشي مع الاثنين يمشوا مع بعض. لا يعني خلاص هتحترف بره وهتبقى راجل محترف وهتعيش حياتك في الاحتراف. لا احتراف تنس طاوله بيسمح لك انك ممكن تروح تلعب ماتشات او تقعد فترات مش زي الكوره مثلا او هاندبول انك تفضل عايش هناك. او في ناس بتبقى عايزه تفضل عايش هناك وده بيبقى ظروفه احسن بالنسبه لتنس طاوله لان هتبقى بتتمرن على طول بره احتكاك اكتر ماتشات اكتر. لكن انا عايز امشي ظروفي مع شغلي او مع جامعتي او دراستي ده انا شايفه ده الطريق اللي انا عايزه يعني. شادي ناوي تحترف؟ والله اكيد انا ناوي وكان جالي احتراف من سنتين في المانيا بس كان برضو ظروف الجامعه هي اللي منعتني. تدرس ايه؟ انا هندسه اكاديميه بحريه. هندسه زي تمام اي خدمه مهندسين زي بعض بس ايه سبت الهندسه وعشت حياتي تاني اتفضل. ناوي تاخد سكه الاحتراف برضو والهندسه دي تيجي بعدين؟ والله لا هي مش تيجي بعدين وانا برضو بفكر زي علي شويه يعني من عايز امشي الناحيتين مع بعض. انا لسه ما جربتش لسه ما خلصتش انا في اخر سنه جامعه فناوي ان شاء الله اخلص الاول وبعد كده اشوف بقى هعرف امشي الدنيا ازاي. شادي ناوي تتجوز امتى؟ اي خدمه يلا مستعجل قوي يلا مستعجل صح؟ دلوقتي يلا مفيش مشكله دلوقتي على طول حاجه جميله شادي توكل على الله يلا بس شد حيلك بعد الجواز ربنا هتلعب تنس طاوله ولا هتبطل؟ على حسب لا هنشوف. قول لي يا عمر شايف المواجهه الافريقيه ولا المواجهه العربيه الاسهل والاصعب؟ الاصعب الافريقيه عشان زي ما كابتن سيد قال نيجيريا فرقه عن العرب شويه فيعني ماتشات نيجيريا بتبقى اجمل من ماتشات العرب حتى لو في محترف مع العرب بس العرب زي برضو ما كابتن سيد قال بيبقى هو اللعيب الصيني والاثنين التانيين العرب احنا نقدر نكسبها. نقدر نكسبهم بالي. الصين راح في حته ثانيه في العالم في التنس طاوله. طبعا مظبوط عاملين زي البرازيل في الكوره كده. هاي بص انا بسالك سؤال وبجد بانك انت راجل كابتن ونجم كبير ربنا يخليك. لعيبه مصر يوصلوا لعيبه الصينيين في وقت من الاوقات في العالم ولا الدنيا صعبه جدا بتقطع ليها علي بتقطع ليها علي لا استنى اتفضل يا كابتن بالي بصراحه صعب. صعب لو انا قلت غير كده ببقى جامد يعني. طب عايزين بطولات وعايزين اللعيبه تطلع لمستوى عالمي رايك ايه؟ والله لازم اللعيبه بقى صغيره تعيش في اوروبا ده من البدايه خالص يعني في اوروبا او في الصين يعني الصين. او يعني ممكن اوروبا بس لازم يطلع وهو صغير جدا بس طبعا زي ما عمر قال الصين اقرب طبعا يعني عندنا مثال فالدنر ده احسن لعيب متهيألي جه في تاريخ العالم حاجه عامله زي مارادونا كده فده قبل بطوله العالم وقبل الحاجات دي كان بيروح يعسكر في الصين بالشهور يعني فده مثال يعني فطبعا الصين متفوقه تفوق رهيب فهو طبعا لازم يعني يبتدي هو صغير ما يبتديش طبعا في مصر يبتدي في الصين او مثلا اوروبا يعني. شادي التنس طاوله تركيز وتحمل وقوه وكل حاجه بتنعكس عليك في حياتك الطبيعيه بتكون مركز في شغلك وتكون مركز في حياتك ولا في فرق بين الاثنين؟ بصراحه هي عموما يعني اي رياضه بتديك شخصيه عموما بس يعني اكيد الرياضه بقى التنس طاوله عموما بتديني ثبات وان انت عموما انت معتمد على نفسك بس ما فيش مش جماعيه انت على الترابيزه بتعتمد على نفسك وشخصيتك فطبعا ده بيخليك اقوى في اي موقف بقى بيتعدي عليه في حياتك بره يعني. الثبات الانفعالي في التنس طاوله مهم طبعا طبعا يعني مهم جدا جدا بالذات ان هي دي من الشوط مثلا من 11 انت بالذات لما تيجي تقرب من الاخر بيبقى محتاج انت الثبات الانفعالي ده جدا دماغك بقى والثبات الانفعالي وتعرف تطبق الكلام اللي انت بقى عايز بتفكر فيه يعني. بتفكر فيه علي انت بص ما قلتش اي حد ليه انا مش مفيش سؤال جد لان انا عايز اتكلم جد قالوا ان كابتن بيلي حاطط اعصابه في ثلاجه الثبات الانفعالي عنده اعلى واحد فيكم الكلام ده صح دي اكيد لا هو دي دعابه بيلي شخصيته دي دعابه لا 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 لا, 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 لا هو بيلي يعني عنده الرغبه عنده عاليه جدا في انه يكسب الماتش وانا الصراحه بتعلم بجد فعلا والله فعلا انا بتعلم منه حاجات كتير وده غير ان هو شخصيته فعلا 10 10 سواء جوه الطاوله او بره الطاوله دي حقيقه دي حقيقه. السوشيال ميديا اخبارها ايه معاك؟ لا دي جاي السؤال مظبوط صح؟ صح صح يا تمام علي علي النجم نجم السوشيال ميديا؟ لا الى حد ما طب قول لي التنس طاوله ما مش لا بنزل هو بيحب انستجرام بحب انستجرام انستجرام اكتر حاجه انستجرام بس هو يعني هي متدرجه يعني علي بصراحه ايه احلى تعليق لك على الانستغرام؟ لا هو انت في تعليقات تيبيكال اللي هو يا نجم الله يبارك فيك مبروك انت كويس جدا ايه مش عايز ده حاجات لا للاسف ما بتجيليش مش بحاول اتجاهلها
كان زمان السوشيال ميديا كانت حاجه مهمه قوي في الحياه. اه طبعا كله يعني مهتم دلوقتي بالسوشيال ميديا. كل اللعيبه كريستيانو ميسي محمد صلاح بقت مهمه في حياتهم، كله الممثلين ما يعني دلوقتي ما فيش حد بيقدر يعيش غالبا من غير السوشيال ميديا. ما يقدرش. بتعملوا ايه داخل البطولات على السوشيال ميديا؟ يعني بنحاول نقفل شويه على نفسنا يعني، يعني ما بتبقاش مهمه جدا في حياتنا في يعني في البطولات نفسها. بس بره يعني مش بيبقى عندنا حاجه او كده، اكيد يعني بنبقى على طول مهتمين بيها، بس في البطولات بنحاول نفصل شويه. عمر مين المهتم بالسوشيال ميديا في اللاعبين اكتر واحد؟ اكتر واحد بيتشك السوشيال ميديا البيلي. بيلي اول ما بيصحى من النوم الساعه 4 يعني. انا والبيلي طب انا لسه يا راجل قايل مش البطوله. ايوه ماشي، هو بيظبطها خلاص عليا. اسمع كلامي. لا انا وهو يعني هو اصلا في البطوله بيبقى صعب، تبقى يعني الواحد بيبقى انت خلاص بقيت دلوقتي بتصحى بتمسك الموبايل ده اول حاجه. انا يعني بنقعد مع بعض في الاوضه، لا البيلي بيصحى ماسك الموبايل، تامر عاشور مش عارف ايه الاغاني كده فعلا. يعني انا وهو بصراحه يعني مش هو بس كلنا. يعني انا وهو. عايز اسالك سؤال، بدات تنس طاوله زي ما الناس بدات في الشوارع وكده، ولا بدات على طول في النادي الاهلي؟ لا انا بدات في النادي الاهلي من وانا عندي 7 سنين. كنت بلعب سباحه الاول، بعد كده يعني صرت حمام السباحه والصاله تحت، فنزلت لعبت جربت تنس طاوله وكملت. انا ابتديت في الشارع. في الشارع طبعا. بدات في الشارع في المنصوره، عشان انا من المنصوره اصلا. ابتديت مع بعضينا في الشارع مع بعض. اتفضل. فبعد كده رحت نادي المنصوره، وطبعا السبب كبير جدا بعد ربنا والدتي ووالدي طبعا واخواتي هم اللي تعبوا معايا في الموضوع ده لحد لما وصلت النادي. زي كابتن سيد برضه بدات وفلوس وبتاع وكده ولا لا؟ يعني الحمد لله يعني لا موضوع يعني بس ابتديت في الشارع طبعا، وده الحمد لله ده اللي وصلني يعني اللي انا فيه الحمد لله. بكلمك بصراحه، لما تروح المنصوره بتروح للشارع اللي كنت بتلعب فيه بتفتكر ذكريات كتيره؟ احلى ذكريات بعدي على طول بتعدي. بس للاسف ما بقتش موجوده الترابيزات اللي في الشارع والانتشار والكلام ده، للاسف ما بقاش موجود زي زمان. اختلف طبعا يعني، اتمنى ان هو يرجع ان شاء الله. علي بما انك انت ما قلتش هسالك اول واحد، طموحك ايه في المرحله اللي جايه؟ اما انا اهو خليك تقلد بعد الهوا خلاص. طموحك ايه في الفتره اللي جايه بصراحه؟ طيب اول حاجه طبعا حضرتك قلت في الاول حته الاحتراف دي، انا نفسي يعني السنه الجايه هيبقى عندي فرصه اكتر يعني وقت اكتر، لان انا خلصت الجامعه فهيبقى عندي فرصه اكتر ان انا احترف. تاني حاجة أنا عايز أرجع تاني، أنا يعني رجعت سنة الفترة اللي فاتت في عشان الجامعة وكده، بس إن شاء الله الفترة اللي جاية يعني عايز أخش تاني المنتخب. أنا كنت دخلت المنتخب أول الموسم ده، كنت في منتخب الرجال أول خمسة، وربنا ما وفقش بعد كده الدنيا ما مشيتش، إن شاء الله هرجع تاني يعني. إيه التدريب اللي مش بتحب تتدربه في حياتك؟ مكان تمرين التنس طاولة في حاجات كتير صعبة يعني، هو أنت بتوصل لمرحلة خلاص هو تكرار، تنس طاولة دي تكرار. فطول ما أنت كور كتير مثلا أو حاجة استمرارية دي بتبقى تكرار تكرار عشان تظبط المهارة بتاعتك. علي رميت إمتى المضرب من إيدك؟ المضرب آخر مرة، المرة الوحيدة في ماتش الدوري بتاع الزمالك، كنت مضغوط يا جماعة بس كنت متضايق ومضغوط فعلا. اليوم ده كان صعب قوي، انا ما كنتش نايم ورحت، كان الصبح بدري قوي، عندي امتحان قعدت 4 ساعات في الامتحان واقف على رجلي، امتحان عملي حضرتك عارف طبعا المواضيع دي بتبقى عامله ازاي. وبعد كده السكور نازل وانا لسه في الكليه، يا علي لازم تيجي، انا الوحيد اللي ينفع العب ناشئ. يا خبر ابيض. فكان في ظروف ثانيه حوالين الماتش مضايقاني، وده غير ان الماتش ضايقني، بس يعني الحمد لله شادي. خلاص سيبك بقى من علي، هتقلد بعد الهوا. بعد الهوا ماشي. بعد الهوا ماشي. طيب خلاص شادي قول لي طموحنا ايه في المرحله اللي جايه غير اللي انت تتجوز دي؟ اهم مرحله عندي يعني عدي. هو مين اللي قال الموضوع ده؟ لا هو انت اللي قلته. علي اهو جايبك. تمام ماشي. لا لبني مع بعض. لا هو يعني طبيعي برضو اي لعيب فينا بالذات في النادي الاهلي وكده طموحنا بيبقى بعد ما نخلص الجامعه ممكن الاحتراف يعني اول حاجه. عندي بس مشكله الجيش الاول، اخلص جيش بعد كده افكر في الاحتراف. تسعى معانا شويه يعني. وهتتجوز تخش الجيش. علي يا شادي ما ينفعش. ربنا يكرمك يا شادي يا رب ان شاء الله بجد. قول لي يا عمر، بتقول لجمهور النادي الاهلي بعد كم البطولات ده سريعا عشان بيزعقوا لي يعني يقفوا جنبنا بس ان شاء الله في البطولات اللي جايه اللي هي الانديه العربيه والانديه الافريقيه ان شاء الله باذن الله. بيلي كلمه للجهاز وكلمه للجمهور سريعا.
طبعا بشكر الجهاز الفني كله بقياده كابتن اشرف عبد الفتاح، كابتن اشرف صبحي، كابتن محمد صبري، وكابتن سيد دشين طبعا، والمدير الاداري كابتن احمد حامد، ومش عايزين ننسى خالد برضو عشان خالد كان ليه دور مهم جدا معانا، فبشكرهم طبعا على المجهود اللي هم عملوه. خالد عصر ده طبعا. والجمهور طبعا يعني الجمهور على طول في ظهرنا ورا النادي في كل الالعاب بصراحه، وان شاء الله نختم بس الموسم بالانديه الافريقيه ان شاء الله في شهر 7 باذن الله. انا بشكركم كنتوا معايا النهارده، نورتوني وشرفتوني كابتن بالي، كابتن شادي، نجم التقليد كابتن علي، علي غلاب نجم تنس طاوله، وكابتن عمر ودير شرفتوني. شكرا. أبطالنا والروح اللي انتوا شفتوها النهارده معانا هي دي روح البطوله، هي دي الروح اللي بتعمل بطولات للنادي الاهلي، دايما على البطولات، وان شاء الله دايما فرقنا رفع رايه النادي الاهلي في المركز الاول. وفي نهايه الحلقه شكرا والى اللقاء.